محمولا على الأعناق إلى مثواه الأخير، رحل عن عالمنا الكاتب الصحفي ياسر رزق بعد تاريخ مليء بالعمل الصحفي المتميز والدفاع عن قضايا الوطن. ولد الصحفي ياسر رزق في مدينة الإسماعيلية للعام 1965، وتخرج من كلية الإعلام جامعة القاهرة في العام 1986، حيث بدأ حياته المهنية محررا بمؤسسة أخبار اليوم، وتولى في العام 2005 رئاسة تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون، حيث أسهم خلال توليه رئاسة المجلة في تطوير العمل الصحفي بها، وقدم من خلال مقالاته المتميزة الكثير من المعالجات للعديد من مشكلات وهموم الوطن. وياسر يعني زي ما قلنا أنه عاش فترة من أخطر الفترات اللي مرت بها مصر، وكان في قمة الـ الأحداث، كان صانع ليها ومشارك ليها، مساهم بآرائه في كتير من الأحداث. ياسر حتى اللحظة الأخيرة مات مقاتلا يقف على قدميه. الصحافة المصرية والعربية كمان فقدت كاتب وصحفي نبيل، طراز النبيل، الأستاذ ياسر رزق. يعني فقدناه بجد، من الناس اللي هي مهنيا يعني أنا خسرته على المستوى الشخصي، وخسرته إنسان، خسرته زميل. وفي العام 2011 تولى ياسر رزق رئاسة تحرير صحيفة الأخبار، قبل أن يشغل منصب رئيس تحرير صحيفة المصري اليوم، والتي استمر فيها لمدة تزيد عن العام، وقبل رئاسته لمجلس إدارة أخبار اليوم في العام 2014 ولمدة وصلت إلى 8 سنوات. فقدنا رمزا كبيرا وصديقا عزيزا ورجل كنا نتواصل معه منذ سنوات طوال جمعتني علاقة وصداقة به. الحقيقة أن فقدانه صدمة، صدمة لكل محبيه ولكل المثقفين. اشتغل صحافة من هو في أولى كلية، ورغم تعبه في الفترة الأخيرة فضل يشتغل لغاية آخر يوم في عمره، لغاية لما طلع سنوات 50. اللي لاحظنا فيه كلنا أنه كان دؤوب على العمل، أنه كان نشيط، أنه كان بسيط، أنه كان مستعد للتعاون. يعد الراحل ياسر رزق من أبرز وأشهر الصحفيين في مصر والعالم العربي، وصدر له قبل وفاته بأيام كتاب سنوات 50 بين يناير الغضب ويونيو الخلاص. مصطفى عبد الفتاح، التلفزيون المصري.